هل السلام بالإيد على الولاد حرام؟ هو ده السؤال. كنت جاهز السؤال وانت جاهز. أسئلة بص أنا حفظت الأسئلة دي، فبقيت أجاوب جوه السؤال، هل السلام البنت بالإيد على الولد حرام؟ هو ده السؤال وجه الإجابة برضه. خلاص حطوها على جنب. مش عارف أنتوا متشددين جدا في الجامعة الأمريكية. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للولد ما يبصش على البنت، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى عادي إني بلمسها يعني بالدماغ كده. انا عايز حد ياكل حته دي قصه ونزلها على اليوتيوب زي ما هي كده بقى، بتعملوا لي مشاكل في المستقبل. اه